مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وطاب مساءكم. معكم ميسوم منصور من برنامج رؤيتها على قناة كنار تي في لايف. موضوع الليلة رح نتحدث فيه عن سؤال مهم، وهو سؤال الساعة، ألا وهو حرية التعبير. ما هي حرية التعبير؟ وأين تبدأ حرية التعبير عند الشخص، عند الفرد في المجتمعات، وأين تنتهي؟ طبعاً كلياتنا بنعرف الأحداث اللي صارت في آخر 10 أيام تحديداً، اللي أدت لنقطة أنه هلأ الناس كلها عم تحكي عن هل النقاش الدائر الآن عن حرية التعبير هو نقاش مجدي من ناحية شرعيته، أو هل هو مجحف بحقوق بعض الفئات، أو حرية التعبير مبدأ جميل لكن لابد أن يكون له حدود نوقف عنها، أو هو مبدأ مطلق يعني مسموح أنه الإنسان يعبر بكل الطرق أو بكل الوسائل عن أي شيء يختلف في رأيه، بغض النظر عن تأثيره في المجتمع، تأثير كلامه أو أي فئة من الناس أو الأشخاص اللي ممكن هو يأذيها أو يمكن ما يتفقوا معه في وجهة نظره. فطبعاً الحديث هذا نشأ من حادثة اغتيال الشاب الشيشاني الأصل الفرنسي، المدرس الفرنسي سامويل باتي، اللي كان قرر أنه يطرح موضوع الرسومات المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام في درس له، وأثارت هاي القضية حفيظة الناس والموضوع انعرف على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكب بسبب غضبه أو بسبب أسباب إحنا للأسف ما عرفناش ما هو كان سبب ارتكاب هاي الجريمة من قبل هذا الشاب الشيشاني الأصل المسلم. ارتكب جريمة قتل بحق هذا المدرس، ربما غيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثورة نفس ضد رأي وجد أنه هو مجحف بحقه، أو إهانة أو حسب الإهانة وهكذا. طبعاً في أسباب كثيرة تحدثت عنها عائلة الجاني، لكن إحنا مش بصدد نقاش، رح نتكلم أكيد إذا هذا الشيء كان صح أو غلط، لكن إحنا متفقين بغض النظر عن خلفياتنا واعتقاداتنا وأدياننا إنه هذا التصرف قطعاً خاطئ، وهو يعتبر جريمة بكل المقاييس ولا يقبل أي تشريع يعني على وجه الأرض. لكن النقاش أو اللي صار بعد هيك إنه الجريمة هاي أثارت الرأي العام الفرنسي، واعتبروا إنه تصرف هذا الشخص الفردي يمثل المسلمين. وبدأ الحديث من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بدأ في الحديث والهجوم على الإسلام، بنعطي الإسلام نوع من الإسلاميون، وهو يقصد بذلك يمكن المتطرفين من المسلمين وهكذا. يعني احنا مش هندخل في نوايا، لانه هو تصريحاته اللي تلت بعد هيك حاب يوضح فيها اكثر هو شو كان قصده، لكن الواقع الامر انه الان الحديث في فرنسا يدور على الهجوم، هجمه شرسه ضد المسلمين ونعتهم بالارهاب، والصاق طبعا تهمة الإرهاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه بالرسوم المهينة اللي أعيد فتح ملفها من أول وجديد. قامت الدنيا وصارت في البلاد العربية والإسلامية وطبعا من قبل المسلمين في فرنسا، وكثير أصبحت الناس تنادي في إيقاف هاي الإهانة للمسلمين وإلصاق هاي التهم فيهم، لأنه طبعا زي ما كل العالم بيعرف المعتوه ممكن يتصرف بأي تصرف غير مسؤول، وما حدا رح يحمل كل قبيلته أو فصيلته أو عرقه أو دينه مسؤولية هذا التصرف. فلماذا المسلمين أصبحوا هم المستهدفين بسبب هاي الحادثة؟ إذن بعد هيك اللي صار إنه 3 أحداث بعد هيك سببت أو قامت الحكومة الفرنسية بإغلاق 328 مسجد ومدرسة ونادي مسلم في فرنسا. سبب هذا غضب المجتمع الفرنسي المسلم أكثر، وأصبح في منادى لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية، وهنا يأتي مربط الفرس. الكلام نبرته اختلفت نوعا ما، لكن لا يزال في سياق أنه من قيم العالم المتحضر الغربي
والدولة أو الأمة الفرنسية هي مراعاة أو ضمان حق التعبير عند الأفراد، وهذا يعتبر يعني طبعا بصفة عامة بما أطلق بالتصريحات اللي قام فيها ماكرون بالمطلق بغض النظر عن أي اعتبار آخر. فحيكون حديثنا اليوم عن هل هذا الكلام من وجهة نظر سادة المشاهدين والضيوف حقيقي، أو تعتقدوا أن حرية التعبير لا حدود لها، أو هل لها حدود، وإن كان هناك لها حدود فأين تبدأ وأين تنتهي؟ بحب أرحب بأول ضيف معنا السيد إيهاب لطيف. أهلا وسهلا فيك أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا. أهلا فيك، شرفنا. ورح أقوم بتعريف بسيط عن إنجازات السيد لطيف، وهي كثيرة. يعني السيد لطيف هو مدير معلوماتية في جامعة ميغيل، هو أيضا شاعر وكاتب وناشط حقوقي ومجتمعي مصري الجنسية، مصري الأصل. وهو عمل كثيرا في عدة محافل اجتماعية وحقوقية، كان من المنسقين السابقين لحملة لا للقانون 21 هنا في كيبيك، هو في مونتريال على سياق الحديث، وأيضا قام بتنظيم أسبوع التوعية بالمسلمين، وله إنجازات كثيرة على مستوى الأدبي من ناحية الدواوين الشعرية التي أنجزها وتم تكريمه من أجلها، وقدمت بعضها على وسائل الإعلام الكندية. فأهلا وسهلا فيك، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. وبنفس الوقت حابة أعرف الجمهور، أقدم لكم كمان ضيفنا الأستاذ فراس مريش. أهلا فيك، شرفنا. والأستاذ مريش أيضا يعني ما شاء الله عليكم كلكم، يعني عندكم إنجازات رائعة جدا. الأستاذ مريش ناشط اجتماعي وسياسي يعمل في خدمة المجتمع المسلم في Greater Toronto Area من أكثر من 20 عام. هو عضو مؤسس ونائب مجلس إدارة الدار في أوكفيل، هو الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي لمنطقة هالتون، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لـ AC Vote، وهي مؤسسة تعني بالنشاط السياسي للمجتمع العربي في GTA. وأكاديمياً هو مهندس ميكانيك، تخرج من جامعة رايرسون ويعمل في هذا المجال. أهلا وسهلا فيكم، وشكراً لكم كثير على حضوركم معنا اليوم برنامج رؤيته على كنار تي في. يعني أنا بس ذكرت نبذة، ما بعرف إذا كان التسلسل التاريخي للأحداث اللي أنا ذكرتها صحيح. أستاذ الطيف، رح أبدأ معك. من وجهة نظرك ما هي حرية التعبير؟ شكراً على استضافتي معاكم، وبالتالي ده موضوع أنا يعني سعيد جداً إن إحنا بنناقشه مع الجالية العربية في كندا. حرية التعبير هي إن الواحد يكون عنده الحق إن هو ينتقد أو يتكلم أو يقول رأيه من غير خوف على نفسه أو على أملاكه أو على حريته. ده التعريف البسيط لحرية التعبير. حرية التعبير المهم اللي عايز أذكره بداية إن حرية التعبير في عالمنا النهاردة، العالم ككل من شرق الغرب وحوالين الكرة الأرضية، حرية التعبير بتختلف مساحتها بين الدول بدرجة يعني كبيرة جدا جدا جدا. أنا أقدر أقول من اختلاطي مع الناس، مش بس من قراءاتي أو نظريا، إن فرنسا من أول الدول اللي بدت تدافع عن حرية التعبير وتعتبر أنه لا شيء مقدس. والموضوع ده ما بدأش مع اختلاط الفرنسيين او وجود غير المسيحيين او غير من ذوي الاصول الفرنسيه على ارض فرنسا. ده بدا من ايام الثوره الفرنسيه من ال 1700، من اواخر ال 1700. فنقدر نعتبر ان فرنسا هي اقصى التحرر في حريه التعبير. وفي نفس الوقت لما نبص على الجهه الاخرى نلاقي للاسف ان بعض من دولنا العربية والإسلامية هي على النقيض الآخر تماماً، وهي أقصى درجات
الكبت وعدم السماح للشخص أو للمجتمع أنه يبدي وجهة نظره في أي شيء. المهم هنا أن احنا نلاحظه، أو اللي أنا عن نفسي ملاحظه ومعترف به، أن تقدم وازدهار الحضارات الغربية أو الدول الغربية، والدول الغربية ما بنقصدش فيها شرق وغرب عموما، لأن احنا ممكن نتكلم على أستراليا ونيوزيلندا كدول غربية، ونتكلم على بعض دول جنوب أمريكا على إنها مش من الدول الغربية. ففي الدول الغربية بالمفهوم العام، من أحد أسباب ومن أحد الركائز تقدمها في 200 سنة الأخيرة هو إيمانها وقدرتها على التعامل مع حرية التعبير. في نفس الوقت تحليلي الشخصي إن من أكبر أسباب تراجع العالم العربي والإسلامي والشرق عموما هو الكبت على الحريات، لأن في النهاية الإنسان لما بيحس إن هو ما عندوش القدرة إنه يعبر عن نفسه، ما يبقى بيعتبرش إن المجتمع ده ملكه هو أو جزء من مصلحته، فهنا بيحصل انفصال بين المجتمع وبين الشخص، بيخلي الشخص اللي هو ركيزة البناء ما يحسش إن هو جزء من المجتمع بالطريقة إن هو يحاول يبني المجتمع ككل. فدي كانت مقدمة سريعة للموضوع، وتالي هي في غاية الأهمية إن إحنا نتعامل معاها، وإن إحنا برضو، أو أنا يعني أنا بتكلم عن نفسي عموما في المواضيع دي، بحس إن من أسباب راحتي وسعادتي، إذا كنت أقدر أقول إن أنا سعيد في الغرب عن ما كنت لو كنت كملت حياتي في مصر، هي استمتاعي واستغلالي لحقي في حرية التعبير وحقي في الكلام ضد من أريد، طالما لم، وطبعا هنا طبعا الموضوع مهم جدا، طالما لم أجرح في شخص أو في سمعة شخص أو مجموعة بطريقة معينة أو بأخرى. هلا مش حضرتك بس لحالك، كلياتنا أكيد طبعا إحنا بنستمتع بهذا الشيء، وهذا الشيء يعني كتير منا تركنا بلدانا الأصلية من أجله. لكن حضرتك عفوا اسمح لي، التصريح تبع حقوق الإنسان بال 1789 الفرنسي هو ذكر إنه هذا كل الحقوق محفوظة للمواطن، وهي من أغلى القيم الإنسانية الموجودة عنده، في حقه في التعبير، في الكلام، في الكتابة، في الطبع، إلا أو في حالة إنه حسب ما ذكر القانون، نص القانون بيقول إلا في حالة هذا القانون الأصلي، إنه لم يسيء استعمال هذه الحرية حسب ما يقوله أو ينص عليه القانون. فالسؤال هلأ هو قبل ما ندخل فيه بعمق أكثر، إذا إحنا بدنا نضل بس بتعريف حرية التعبير، رح أتوجه للأستاذ مريش وأسأل الأستاذ مريش، حضرتك متفق مع الأستاذ لطيف إنه هذا التعبير، هل فينا نتفق على إنه هذا التعبير هو التعبير الصحيح اللي كلنا نتفق عليه على حرية التعبير؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة وعلى المجهود الرائع. أنا حابب بكل صراحة أبدأ من نقطة مختلفة تماماً، اللي هي حرية التعبير. كلنا ندرك أنه مصطلح فضفاض وينظر له من زوايا مختلفة. عندك زاوية القانون، يعني القانون الجنائي على سبيل المثال يرى حرية التعبير بطريقة مختلفة تماماً. عندك الـ Human Rights Code ينظر لها بطريقة مختلفة تماماً، وعندك الـ Charter of Rights ينظر لها بطريقة مختلفة تماماً. إذا النقاش اللي إحنا لازم يعني اسمحوا لي، وين وجهة الاختلاف بين هالثلاث نظرات؟ بس وجهة الاختلاف إنه إيش هي حرية التعبير، تنبع من ماذا؟ حرية التعبير ليست أصل، حرية التعبير هي product، هي ناتج عن ماذا؟ عن حرية عن حق الديجنيتي. أنا بدي أركز على نقطة جدا جدا مهمة. الأصل في الموضوع جزاة الخير هي موضوع الديجنيتي، هي موضوع كرامة الإنسان، وحرية التعبير هي عبارة عن نتيجة لحفظ كرامة الإنسان. فإحنا قبل ما نناقش حرية التعبير، لأنه إذا دخلنا بحرية التعبير مش هنلاقي في وصف واضح جدا نقدر نمسكه أو نضعه في إطار قانوني، لأنه مثل ما حكينا في عنا أكثر من زاوية، في عنا حقوق إنسان، في عنا قانون جنائي، وفي عنا Charter of Rights. أي منهم إحنا بدنا كيف بدنا نحط الإطار؟ ما في، حتى في الحكومة الآن وفي البرلمان ما في إطار واضح لحرية التعبير. بس أنا اسمحوا لي أتكلم عن Human Dignity لأنه هي هذه الأساس.
The human dignity, حسب ما عرفت قانونا, هي ال individual or group sense of self respect and self worth. خلينا نعرف بالعربي. نعم, حترجمها بالعربي. And psychological integrity and empowerment, وهي مهمة جدا. إذا هي للفرد وللجماعات, هي شعور الإنسان بالاحترام وقيمة الذات الجسدية الفيزيكال والنفسية, اللي تعطيه شعور القوة لممارسة حياته. وأنا حابب أنوه, لأنه الأخ الفاضل الضيف ذكر أنه حرية التعبير بدأت في فرنسا, فنقول إحنا أساس حرية التعبير اللي هي في كرامة الإنسان, وبدأت في القرآن الكريم من رب العزة قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم الإنسان بدأ في الأديان كلها. مبدأ الأديان كلها تماما, بس المية في المية الأديان كلها تدعو لكرامة الإنسان. بس أنا قوانين الاحترام الإنسان وحرية الإنسان وكرامة الإنسان كانت مفصلة واضحة في القرآن الكريم, فهي قبل فرنسا والثورة الفرنسية بيعني مئات السنين. ما اختلفنا, بس أنا ياريت حابة لو سمحتوا, يعني إحنا كلاتنا جايين من 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 بلدان عربية, كلاتنا عارفين إنه مشاكلنا أكبرها في بلدان عربية, إنه ما فيش تعبير أصلاً, يعني أصوات الناس مخنوقة. فإحنا كعرب عايشين في الغرب وبنمارس حقوقنا كاملة من هاي الناحية, وبنفس الوقت إحنا هلأ صدفة إحنا الثلاثة مسلمين, فإحنا كمسلمين هلأ على الهجمة علينا, فإحنا ما بدنا نحكيهم بمنطلق إنه الإسلام لا أكمل الفكرة تبعتي. هذه فكرة مهمة جداً, لأنه هذه تلوب هو القانوني, يعني هذا في الآخر في ضعف قانوني في موضوع. لهذا السبب إحنا الآن ما في عندنا حل قانوني لهذا الموضوع, لأنه إحنا ماسكين في موضوع حرية التعبير ونسين الأهم منها اللي هي الديجنيتي. الديجنيتي مكفولة بالقانون ومكفولة بالشارتر اوف رايتس, باليونيفرسال ديكلاريشن اوف هيومن رايتس, ومكفولة بالقانون الكندي. إحنا المشكلة عندنا الآن وين؟ المشكلة لما أنا أجي أتكلم عن حرية التعبير اللي هي freedom of expression, freedom of expression مطلق. ومع ذلك أنت لما تيجي, إحنا فرضا في البزنس ولا في الهندسة, في عندك شيء اسمه فرضا defamation وslandering. طب ما هي حرية التعبير, ولكن يجرم عليها القانون. ليش؟ لأنه لما تؤذي مصالح الآخر في البزنس ما عاد في حرية التعبير. إذن في تناقض في القانون نفسه. إذن الأصل ليس حرية التعبير, الأصل هو كرامة الإنسان وإيذاء الآخر. إذا بدنا نضع حرية التعبير تحت قانون الديجنيتي وحفظ الكرامة وحفظ الجسد والروح والنفس والإمباورمنت تحت الإنسان, إذن حرية التعبير نقاشها لوحدها لا يكفي. طيب, فكرة رائعة, ممتاز جدا. أستاذ إيهاب, هل القانون رح يجرم حدا مثل رئيس دولة عم بيتكلم في حديث بجرح كرامة المسلمين عبر العالم؟ من وجهة نظرك, إذا نظرنا لحرية التعبير على أنه لازم بالأحرى ننظر على ضمان كرامة الفرد والمجتمع, المواطن الفرنسي من الدين الإسلامي مثلا, هل حضرتك تتفق مع هاي الفكرة, مع هذا المبدأ؟ أنا يعني طبعاً متفق على جزئية إن حرية التعبير لا يجب أن تنال من سمعة الأشخاص بدون دليل. ده لا خلاف عليه, وإن كيان الشخص لازم يحمى, ومش بس الشخص والمؤسسة أيضاً يحمى من السلاندرينج أو إساءة الكلام عليها من خلال استعمال حرية التعبير كوسيلة لده. لكن احنا يعني المهم ان احنا نتكلم برضو واقعيا, لان انا في رأيي من الاشياء اللي بتضرنا جدا, واحنا زي ما قلت احنا الثلاثة مسلمين هنا, ان احنا بنتكلم على نظريات او مبادئ في الاسلام او نسميها في الثقافة العربية زي ما احنا عايزين, لكن الواقع ان هي مش موجودة في بلادنا, مش موجودة في المجتمعات اللي احنا بنتحكم فيها اطلاقا. فلما نيجي نتكلم على حرية التعبير الـ لازم نفهم بوضوح ايه معنى ومفهوم وقيمة
حرية التعبير الموجودة في المجتمعات اللي بتمارس فعلا حرية التعبير. عشان كده مهم جدا ان احنا نناقش الموضوع بانفتاحية. حرية التعبير النهاردة اللي موجودة في فرنسا ما بتقومش على هدف إهانة الشخص، هي بتقوم على هدف ان مفيش مبادئ مطلقة كانت احترمتها الجمهورية الفرنسية من ساعة قيامها عشان تستطيع ان هي تغير، عشان تستطيع ان هي تتقدم، ما تفضلش تحت من احد الاشياء الحكم الملكي، ما تفضلش تحت سيطرة الكنيسة اللي هي منعتها او منعت الكيان الغربي من التقدم لمئات مئات السنين. فهو ده الهدف الاساسي من حرية التعبير. احنا النهاردة لما نبص على حرية التعبير من وجهة نظرنا احنا بنبص لها كفيكتم، كإحنا ضحية لهذه الحرية التعبير. بس إحنا لازم نلاحظ إن اللي إحنا بنتكلم عليه، عشان ما نتكلمش عموميات واسعة جدا، إحنا اللي بنتكلم عليه هو الكاريكاتيرات اللي نشرتها، اللي صدرت في الدنمارك أساسا وأعادت نشرها تشارلي إبدو، وهي السبب في اللي بيحصل دلوقتي. بس ما هو الموضوع هذا رد انفتح من أول وجديد، ورد ألصق بالمسلمين تهمة الإرهاب. هي جملة واحدة لازم معلش أقولها وبعدين اتفضلي. هي إن لو بصينا على تشارلي إبدو، أي حد يقدر يعمل جوجل على تشارلي إبدو يلاقي إن تشارلي إبدو يعني مسحت الأرض برموز الديانات كلها وبرموز السياسيين كلهم على مدى 20-30 ويمكن أكتر سنة الأخيرة. فإحنا محناش الهدف. لكن يا أستاذ إيهاب، هل بسبب هذه الاتهامات اللي هل بسبب تهجم شارلي إبدو على مثلا الديانة المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية أو سيدنا عيسى أو الذات الإلهية، هل قام بسببها متطرفون بالهجوم على فئات مثل المسلمين مثلا وقتلهم لأنهم بالنسبة لهم تعبوا من هاي الشحنة السلبية المستمرة والهجوم على الإسلام اللي عم بيسبب هلأ عنف ضد فئة معينة من الناس اللي هن المسلمين؟ ليش عم بيلزق فينا احنا تهمة الإرهاب؟ الموضوع ما توقف على حرية التعبير برسم الرسومات، احنا مش عم نناقش اذا هن انه الحق ينشروا او ما ينشروا، احنا عم نناقش انه حرية التعبير هن كيف بيسمحوا لنفسهم انه ما يكونوا مسؤولين عن نشر الكراهية والبغض ضد فئة من الناس عم تتأذى وعم بيصير على الأرض الواقع فيها نتائج يعني خطيرة جدا. يعني احنا هل انت بتربطي اللي بيحصل مثلا للروهينجا ولا لليجور في الصين باللي نشرته شارلي ابدو، ولا قصدك ايه بالاساءه بالضحايا اللي بيسقطوا او بيؤذوا بسبب حريه التعبير؟ قصدي انه التيار اليميني المتطرف اللي عم بيحكي ويهاجم باستمرار المسلمين ويربطهم بالارهاب عم بيطلع كل الناس المريضة والناس اللي عندها خوف من الآخر والناس اللي عم تقتنع وتتشرب فكرة إنه الإسلام يعني الإرهاب، عم تحمل سلاح وعم تفوت على ناس عم تصلي مسجد وتقتلهم. هذا اللي بقصده. طيب دي النقطة الثانية، دي النقطة الأخيرة. أنا بتكلم على إرهاب الدول، أنا عم بتكلم على إرهاب الأفراد اللي عايشين بيننا بيمشوا حوالينا. أنا بس سمحتوا لي أرد على نقطة قبل ما يعني نتائج حرية التعبير هاي. اسمحي لي يا ستي المحاورة، ماليش سامحيني أنا. أنا رح أسمح لك أكيد، بس خلي أستاذ إيهاب يكمل فكرته من فضلك. نخلص نقطة نقطة بس. ما 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 تروحها، اكتبها. أنا بس يعني نقطة السياسيين هي نقطة ما هياش داخلة مباشرة في حرية التعبير اللي أنا كنت بأتكلم عليها أو المنطلق اللي أنا كنت بتكلم عليه لحد دلوقتي. من ناحية السياسيين المشكلة أكبر وأعمق. السياسيين للأسف وبالذات النهاردة في تحكم السياسة اليمينية في كثير من دول العالم، السياسيين بيستغلوا أي شيء يقدروا يستغلوه لجذب الأصوات من كل الجهات ومن كل الجوانب. وده موضوع مختلف تماما، ده موضوع يعني ما هوش موضوع حرية التعبير، هو موضوع هنا إساءة استعمال السلطة. ده ما عادش، لأن السياسي أو اللي في مركز السلطة بالذات عليه مسؤوليات أكبر بكتير من حرية التعبير، أو يعني حرية التعبير لا تكفله، لأن رئيس الدولة مسؤول عن كل الدولة بغض النظر عن مين انتخبه ومين ما انتخبوش، والقيادات العالمية مسؤولة عن اللي بيحصل لكل البشر، مش بس اللي انتخبوهم أو بس دولتهم هم. فده يعني ده بيوسع لنا النقاش شوية، وفعلا بيخلينا لازم إن احنا نكون أشد وأقصى على السياسيين. لكن لازم نعرف برضو الموضوع بادي منين، عشان كده أنا
قدمت مقدمتي بتوضيح مفهومي ومفهوم الدول الغربية وفرنسا بالذات لحرية التعبير وأهميتها. تفضل تفضل أستاذ. تفضل أستاذ فراس. أشكرك الله يبارك فيك. طيب أنا بدي أتكلم عن مفهوم الغربي اللي على الأقل أنا عشته في كندا وتربيت عليه في كندا وبنمارسه بمهنتنا في كندا، اللي هي عودة المصطلحين اللي هم defamation والslandering اللي هو التشهير والقذف إذا ترجمناهم بالعربي. يريد. التشهير والقذف، ما هي التشهير عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن وصف لفظي لشخص أو لمؤسسة أو لشركة، يعني حرية التعبير كلام، تمام؟ ولكن هذا حرية التعبير كلام إن بالقانون، وهذا نص النص، إنه إذا ذكرت معلومة عن شخص أو عن مؤسسة معلومة باطلة ليست فيه أو فيها تجرم بالقانون. وبالنسبة لنا في Professional Engineers بتنسحب منك رخصته، للبروفيشنال تنسحب، تجرم في القانون، تعاقب عليها وبتدفع تعويضات وبتخسر عليها. حتى بالموازين السيفيك كود اللي هو التشريع المدني، يعني في كلام عن منع الهيت سبيتش اللي هو الكلام الهيت سبيتش، لانه الهيت سبيتش برضه فرض، قصدي مش بس من مجال المهني، انا بركز على المهني اختي. طيب ركز على هذا العالم الغربي، لانه الاخ ذكر انه احنا بنكون واقعيين ومنطلقين من الغرب، انا كلامي ان شاء الله 100% واقعي بروفيشنال. العالم الغربي فيه تمايز كبير ما بين البزنس وما بين الاجتماعيات، يعني لما يتيجي تطبق القانون على البزنس ترى فيه صرامة مختلفة تماما، قد لا يكون فيها حريات كثيرة تسلب. ليش؟ لأنه عالم كابيتالستك مبني على المال، مبني على حفظ المال. لما نيجي نقول إحنا هل في حرية تعبير مطلقة في العالم الغربي المتحضر في أمريكا وفي كندا رأس الكابيتاليزم؟ لا ما في طبعاً. لا يوجد أبداً. صار نفاق، صار مش حقيقي الموضوع. إما لما يجي في ضرب في أديان ولا ضرب في رموز، روح ألعب زي ما بدك إلتي وأعمل اللي بدك إياه وأضرب في الناس. إذن إحنا لما نيجي نحكي على نفس العالم الغربي اللي هي سن قانون بيعارض نفسه ويتناقض، فإحنا لما نيجي نتكلم في الديفاميشن وناخذها كقاعدة، التشهير والقذف إن تسبب في تعطيل مصلحة شخص أو مؤسسة وكان الكلام كذب وافتراء، كان كذب طبعا، هو المراجعة بتصير قانونية، هل أنت ذكرت شيء حقيقي موجود في هذا الإنسان ولا أنت افتريت عليه؟ إن أثبت بالأدلة أنه حقيقي ما عليك defamation، ما عليك عقوبة تشهير، ولكن إن أثبت أنه هذا كذب تعاقب وتدفع تعويض. إذا ما نمسك نفس القانون من نفس العقول الغربية اللي طورته ونجي نقول طيب إحنا إيش مشكلتنا مع تشارلي أبدو؟ مشكلتنا هل هي أنها نالت من رموز بشكل ساخر؟ طبعا هذا احنا نرفضه لانه هذا في تعدي على كرامتنا، ولكن حط هذا على جانب. بدي اخذ انا بالمبدا المادي الغربي. المبدا المادي الغربي، تشارلي ابدو صورت النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اساس انه مصدر ارهاب ومروج ارهاب. هذه في عرف البزنس هذه defamation وslandering، لانك انت ألصقت في تهمه، اعطيني الاثباتات. لكن اللمس بالمقدسات ما بنزور له القانون على انه هو ما بيخضع لنفس قانون لا يخضع. انا بدي نفس القانون، مبدا القانون الغربي نفسه يختلف من البزنس للسوشيال، اذا هم نفسهم عندهم تناقض. اذا انا لما اجي اقول انت عندك في فرنسا عندك 6 مليون مسلم معتز بدينه وبحب دينه والدين له بالنسبه له كرامه، فلما تيجي تكذب عليه، احنا عندنا امرين الان، الامر الاول انك كذبت عليه وقلت انه رسوله رسول ارهابي، هاي واحده. اثنين، نتكلم احنا على النتائج وعواقب هذا الافتراء. عواقب الافتراء زي ما تفضلتي يؤدي الى مذابح، يؤدي يعني دخلنا في مرحلة الهيت سبيتش الآن. الهيت سبيتش للأسف القانون إلى الآن في كندا لم يوضح موضوع الهيت سبيتش ومتروك فضفاض، ولكن لما نوجه احنا لما نعمل اللي هي هيت انسايتمنت، لما نعمل احنا تحريض على الكراهية، والتحريض على الكراهية غير انك انت أديت كرامة إنسان، انت حرضت فئة من الناس عليه، وهذا التحريض أدى إلى جريمة قتل، صارت في نيوزيلندا، صارت في 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 كيباك سيتي، صارت في أماكن كثيرة في العالم. طيب هل ممكن نربط إن حرية التعبير عن الرأي لو أدت إلى physical action وأدى إلى قتل ممكن نجرم الأصل؟ وهذا النقاش اللي دائر الآن في البرلمان، وإحنا صارنا شهور بنناقش مع البرلمانيين هذا الأمر. القانون الكريمينال كود بقول لك لا، بقول لك أنت تقول ماذا ما شئت،
المهم ما تلمس، المهم ما تترجم قولك إلى فعل. طول ما أنت في مرحلة الكلام الـ 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 الشرطة والأجهزة الأمنية ترفع إيدها عنك. إذا دخلت في مرحلة التطبيق مسكتك. طب إحنا قلنا له، وأنا كنت في اجتماع مع الشيف أوف آر سي إم بي بال 2014 بهذا الموضوع، قلنا لهم يا أخي طيب ما هو هذا التحريض هو الروت كوز، هو السبب، هو الجذر اللي يؤدي الإنسان إنه يقتل، ليش ما تمنعه من أصله؟ بقول لك إحنا قانوننا اللي إحنا فيه الآن يمنعنا من التدخل في مرحلة الكلام. طب هذه مشكلة ولا مش مشكلة، تؤدي إلى مشاكل اجتماعية ولا لا؟ هنسأل أستاذ إيهاب رأيه. أستاذ بس عفوا، بس أنا بدي أقول شغلة، بس بدي أقول هالشغلة إنه الكلام على إنه يعني كلام صدر من مسؤول، من رئيس دولة في موقع سلطة، وانتخب من كتير من ممثليه من المجتمع الفرنسي، وهو مسؤول كمسؤول كسياسي كرئيس ومسؤول عن كلامه. فهذا الكلام فعلا حتى لو أنا قانونيا كلامي ما أذاك جسديا، لكن أنت عم بتحرض هاي الناس على إنها تطلع وترتكب العنف باسم الدفاع عن أي شيء هن اعتقدوه بسبب تصديقهم للكلام اللي هو أصلا شجعهم على العنف ضد الآخرين وكراهيتهم. حاضر، هرد عليك، بس برضو يعني الكلام اللي قاله الأستاذ فراس لازم برضو يعني نلمس فيه إن هو خلط حاجتين، خلط ما بين قانون البزنس وقانون الأشخاص وبين حرية التعبير على اللي هي المجتمعية. حرية التعبير المجتمعية ما زالت مكفولة في كل القوانين الغربية. المؤسسات المجتمعية يمكن نقضها بحرية أكتر بكتير مما يمكن نقض البزنس اللي بتعمل فلوس، إن دي موجودة. عشان هو عم نحكي قانون، إحنا عم نحكي قانون أستاذنا، خليه كمل. عشان تفيد المجتمع، ومن حق المجتمع ان هو ينقضها بطريقه اكثر قسوه. السياسيين من حق المجتمع انه ينقضهم بطريقه اكثر قسوه. يعني انا النهارده لو طلعت وقلت ان جاستن ترودو شخص كذاب، مش هلاقي نفسي بكره في السجن. ولو ان انا لو طلعت وقلت على سي او بتاع بومبارديه ان هو كذاب، هلاقي نفسي في مشكله اعمق بكتير. فاحنا برضو دي اعراف وأساليب المجتمع اللي إحنا عايشين فيه وبنستفيد منها إحنا شخصياً في إن إحنا نعبر عن وجهة نظرنا، فلازم نحترمها ولازم نتعايش معاها بطريقة إيجابية، ولازم ندافع عن حقوقنا من خلالها. مش إن إحنا نطلع لمستوى آخر عشان ندافع عن حقوقنا. طبعاً يعني أنت لما بتتكلمي على رئيس دولة، النهاردة ماكرون بيبص للموضوع بطريقته هو، من منطلقه هو شايف أو بيدعي إن هو شايف كسياسي، كواحد عايز يرضي ناخبين معينين، إن أصل المشكلة جاي من فئة معينة من المجتمع، وبيستند على بعض الأدلة اللي موجودة عنده. هل أنا موافق معاه؟ على الإطلاق لا. هل أنا النهاردة مش شايف إن أساليب السياسيين وبالذات من أيام ما ترامب أخذ السلطة، لأن هو صوت عالي على المستوى العالمي كله، إن زادت عمليات الكره ضد المسلمين وضد أقليات كتير، المسلمين والسود، يعني أنا ما بنكرش ومحدش يقدر ينكر إن كلام كل ما زادت سلطتهم كل ما أثرت فيه، عملت instability في المجتمع، والinstability دي بتأثر الأضعف. عدم الاستقرار ده بيأثر في الأضعف، ما بيأثرش في الأقوى. فبالتالي احنا لازم نتعامل مع الموضوع ده، لكن اللي انا بقوله ان احنا لازم نتعامل معاه بذكاء بقدرتنا على فهم. يعني علمونا من واحنا صغيرين اعرف عدوك. فلو اعتبرنا ان انا لي عدو النهاردة بيأذيني بطريقة معينة، لازم افهمه عشان اقدر اتعامل معاه واقدر اتغلب على الأشياء اللي هو بيعملها أو بيبثها اللي هي بتأذيني في الآخر. طبعاً أنا متفق مع الأخ فراس إن كتير من السياسيين، كتير من الصحفيين، كلامهم، كتابتهم بتأثر بطريق غير مباشر في زيادة الكراهية، بتأثر. ده موجود، لكن أتعامل معاه إزاي؟ هنا مربط الفرس. طب
طيب أستاذ، طيب شو رأيك بالقانون الفرنسي نفسه مثلا، أو القانون هون في كندا أو في معظم الدول الغربية اللي بتمنع الكلام عن بعض الفئات المعينة من المجتمع بتاتا؟ يعني مرفوض الحديث عن مثلا المحرقة اليهودية، مرفوض اليهود الحديث تماما عن الديانة اليهودية، وبعض التعليمات يعني مثيرة جدا للجدل. لو بدنا نطرح فكرة موضوع نقاش الأديان بشو بتدعي، يعني احنا بنعرف ديننا بما انه احنا مسلمين، وهي الأشياء مش موجودة عنا لكنها موجودة في أديان تانية، وبالرغم من هيك ما حدا عم بيقول انه هاي الأديان إرهابية أو انها بتتطرق بعقيدتها لإزاء الآخرين، وهذا شيء مقبول ومسموح. بالعكس، عم بيلبس فينا احنا للباس هذا كمسلمين، وعم نطلع احنا اللي حقوقنا عم تنتهك، والحرية التعبير عم تستعمل ككارت جوكر، يعني بأي لحظة ضد المسلمين بيطلعوه، لكن بس بدك تحكي ضد أي فئة تانية أو حدا تاني لمصالح كتيرة في الاعتبار ببطل مسموح إلك. وحتى القانون الفرنسي نفسه صار فيه كتير استثناءات، وكتير ناس جرمت ولقوهن غرموهن كمان غرمات، وبعض الأحيان كان في سجن لحالات معينة هلأ ممكن نذكرها قامت بقذف أو سب أو التعدي على فئات معينة من الناس. فليش الموضوع لما يجي عند المسلمين بنقول هي حرية تعبير؟ وكثير من الأسف المسلمين أو المتأسلمين أو اللي تشربوا مفاهيم يعني أو ما فهموا مفاهيم الديانة الإسلامية على حقيقتها عم بيحكوا نفس الكلام، هاي البلاد مبنية على هاي الأسس وهاي بلادهم، وما إن إحنا إنه نناقشهم بهاي الأمور. يعني القوانين وضعت لحتى إنها flexible، قابلة للتغيير، قابلة للأمندمنت يعني اللي هو الإصلاح. فليش بوجهة نظرك يعني لما يجي الموضوع عند المسلمين بيصير الموضوع مفتوح كحرية تعبير، وعند الباقيين وهذا شيء ملموس ومحسوس مثل الأمثلة اللي ذكرتها غير مسموح؟ هو المثال اللي ذكرته وهو مثال المحرقة اليهودية بالذات والتعامل مع الجالية اليهودية، وللأسف لأنه إحساس بالذنب وضخم في الثقافة الأوروبية بالذات وانتقل إلى أمريكا الشمالية، فده فعلا هو استثناء ودايما في حساسية بالنسبة له وفي صعوبة باستعمال حرية التعبير، صعوبة قانونية في بعض الأحيان استعمال حرية التعبير للتطرق لهذا الموضوع. لكن غير وانا يعني ما اي دونت مينس ماي ووردز، يعني مش هتراجع في الكلام او مش هلطف في الكلام ان انا اقول ان انا بشوف ان في تفرقه شديده هنا ما بين الموضوع ده وبين لما تيجي لحقوق مش بس المسلمين، لحقوق اي مجموعه عرقيه او دينيه اخرى. لكن في الاعم الاشمل يظل الموضوع لما يجي لعموم الأقليات والعرقيات والديانات ما فيش حد بيعاقب أو حتى بيضرب على يده حتى بخفة عندما يعتدي على مقدسات أو حريات أو إيمانات المجموعات العرقية الأخرى. يعني تسمحي لي؟ تفضل بسمح لك أكيد طبعا، تفضل. floor is yours. الله يبارك فيك. أول شيء أنا يعني أخونا الكريم الله يبارك فيه قال إنه الحق النقد مكفول. أنا يعني حاب أوضح مرتين الكلام اللي قلته. إحنا ما أخي الكريم ما نتكلم عن نقد، طبعاً حق النقد مكفول، أنا بتكلم على الافتراء. يعني حضرتك لو الآن طلعت على القناة المحترمة هاي وجيت حكيت جاستن ترودو عامل صفقة تجارية أو أخذ برايب من جهة فلانية، تلاحق قانون ولا لا تلاحق؟ تلاحق قانوني؟ أجاوب عنه. قانوني طبعاً يلحق قانوني. إذن يا سيد الكريم هذا ليس نقد، أنا لا أتكلم عن نقد، أنا متفق معك أن النقد بهدف التعبير عن الرأي والنقد البناء والمحاسبة والمساءلة 100%، نحن نتكلم عن الافتراء والكذب وإلحاق التهم بالآخرين. إذن في عنا أمرين مختلفين تماماً، هذه واحدة. والأشياء والمصائب اللي بتنتج عنها 100%، هذا ما هو حق تعبير. أنت لما تيجي تتهم إنسان بتهمة تجرمه فيها تحاسب، واحد بالسرجية من هذا الكلام. النقطة الأخرى اللي ذكرها الأخ اللي إحنا لازم أنا بسأل بس أي تهمة، معلش بس أكمل أنا بقول لما أنت تلفق تهمة إجرامية لشخص إنه تتهمه هذا تلاحق عليه قانون. أعطيني مثال يعني. أنا لما أجي أقول الآن
يعني المثال اللي ذكرته، لو أنت قلت الآن على التلفزيون إنه جاستن ترودو رجل يتقاضى الرشوة من من، وصارت عندنا فكرة هون إحنا طلعوا في فئة معينة اتهموا عمدة ميسيساغا بوني كرامبي إنها تقاضت رشوة من بزنس أعمال عربي، من رجل أعمال عربي، وهذا كلام في تحريك عليه أمور قانونية. إذا أنا هذا المثال واضح أعتقد، ما محتاج شرح. النقطة الأولى يعني عشان بس نفرق ما بين النقد وما بين الاتهام الباطل. النقطة الأخرى حضرتك ذكرتها أنه إحنا لازم نتعامل بذكاء. سيد الكريم، الذكاء أول شيء من الذكاء أنه أعرف أن القانون هنا ليس مقدس. القانون هنا يضع البرلمان، والبرلمان تتحكم فيه الأغلبية وأقلية الأغلبية. يعني في شيء ممكن يكون اليوم مجرم بكرة يصير مباح حسب الأغلبية. إذا مش من الذكاء أنه أنا أتوقع أنه هذا قانون والله أنا يعني نزل بالألواح المقدسة وأنا لازم أتبعه أبدا. هو ما هيك قال هذا الكلام، بس أنا بقول يعني أنه إحنا القوانين ليست منزلة، القوانين حتى أتعامل معها أنا بذكاء كأنها شيء واقع مسلم فيه. هذا نقطتي، القانون ليس واقع مسلم فيه، القانون يتغير في البرلمان. إذن من الذكاء أنه أنا أفهم القانون وأبدأ أميز كيف أنه القانون يتناقض. ليش يتناقض؟ ليش في البزنس شيء وفي الدين شيء؟ طب هذا عور قانوني. وأنا أدخل لما أفهم هاي الأمور صح أدخل البرلمان وأشجع ناس تدخل البرلمان وأشجع هاي الأفكار داخل البرلمان وبنغير القانون من داخل البرلمان. النقطة الثالثة اللي حابب أقولها، حتى هذا التطبيق مثل ما ذكرتوها وذكرت أختي ميسو الله يبارك فيها، إنه حتى القوانين ليست عادلة وليست عادلة مع الجميع لأنها تطبق حسب حالة القوة والضعف. بالضبط مثل ما ذكرت أختنا المثال الصريح، لسه حضرتك الآن ختمت بستيتمنت إنه مكفول للجميع. أنا لا أعتقد المكفول للجميع. مش بس هيك يعني بحسب القانون الفرنسي، يعني حسب البحث البسيط اللي قمت فيه، إنه حرية التعبير إلها حدود، وحدود يعني واضحة عرفها القانون. عرفها القانون إنه ما تتعدى على حرية الشخص الخاصة ولا تتعدى على الإيمج تبعه على 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 هويته. ولا تتعدى على ولا انك تحرض على الكراهيه العرقيه او الدينيه. هذا اليونايتد نيشن لا كمان اللي هو المفروض كلهم بيتبعوه. هو بالضبط هي المواثيق الدوليه تماما، ذلك مرتبط بقوه الفئه اللي انت بتنال منها. يعني مره اخرى، هل يسترجي احد انه يجرم او يتكلم عن قريب ولا بعيد موضوع الهولوكوست؟ طب ليش يعني؟ طب ما هي يعني ايش معنى هاي؟ ليش؟ لانه في قوه ضاربة بتصد، بينما لما يكون المستهدف ضعيف ساعتها حدث ولا حرج. فإذا برضو أو في أسباب سياسية من وراء هذا الشيء يعني. نعم طبعاً. في معلش يعني إحنا صرنا تقريباً 45 دقيقة بل بالحلقة، يعني ما شاء الله الحديث معكم يعني، فما تطرقنا ولا سؤال. في سؤال من أحد المتابعين بسألنا، الأخ عمرو: من نتائج حرية التعبير هو نمو اقتصادي، هل حرية التعبير بفرنسا أدت إلى نمو اقتصادي؟ طبعا بطريقه مباشره وغير مباشره. طبعا فرنسا قبل ما تنفتح على حريه التعبير كانت دوله مفلسه، ومن اسباب الثوره الفرنسيه هي فعلا افلاس الدوله، ومن اسباب سقوط النظام الملكي هو افلاس الدوله. حريه التعبير مش ما بتاديش الى نمو اقتصادي مباشره، يعني مش 1+1=2، لكن حريه التعبير بتادي لحريه في الفكر، الحريه في العلم، الحريه في النقاش. بيتطور المجتمع كمجتمع، وبتطور العلوم كعلوم، وبالتالي بتبدأ الصناعات، وبتبدأ الأنظمة الاجتماعية اللي بتحمي صغار أصحاب الأملاك وصغار أصحاب الأعمال. فنعم، حرية التعبير هي جزء أساسي وجوهري في نمو المجتمع الغربي، ولو إنها يعني ممكن حرية التعبير تقف النهاردة في كندا. كندا مش هتنزل اقتصاديا في خلال سنتين، مش أكن المصانع كلها هتقفل، لكن ده على المدى الطويل هو نمو لاقتصاد الدولة ولقوة الدولة اقتصاديا واجتماعيا. حضرتك عم تحكي تاريخيا هلأ، مش عم نحكي هلأ يعني، مثل ما تفضلت الأخت منا، احنا شفنا هلأ بسبب التصريحات اللي هو عم بدعي فيها
حرية التعبير، وبنفس الوقت ربط المسلمين أو بما هم سموه الإسلاميون. طبعا الكل عارف أنه يعني ما فيش حدا فينا يعني عليه علامة، يعني أنا كامرأة محجبة مثلا أصبح عندي نوع من الخوف إذا هلأ أنا بدي لسبب ما أكون بفرنسا ماشي بحجابي، يعني كيف رح يعرفوا إذا أنا إسلاميست ولا أنا مسلمان ولا أنا شو بالضبط، يعني ما أنا شكلي مبين من الجماعة اللي عم بحكي عنهم مثلا كمثل طبعا. فضل. لا انا المشكله موجوده في اكيد المشكله موجوده، لكن النهارده انا مجرد كنت بجاوب على سؤال محدد اللي هو ايه اهميه حريه التعبير في المجتمعات. ده السؤال اللي انا كنت بجاوب عليه، حريه التعبير المضمون المكفول لكل المواطنين بمساواه وكرامه وحريه. صح. انا عايز بس اعبر عن شيء إضافي للأمور دي كلها، لأن أنا دايماً بجاوب على سؤال اتسأل، لكن في موضوع إضافي هنا هو رأيي الشخصي في احترام الآخرين من خلال حرية التعبير. يعني اللي هنا حرية التعبير بيجي معها مسؤولية كبيرة جداً، بيجي معها مسؤولية إن أنت كشخص أو أنت كجريدة أو أنت كمجتمع لازم تحمي الضعيف وأنت ما تتجناش عليه. فمش إن أنا لو صار عندي عمود في جريدة يبقى أحل لي إن أنا أتكلم في أي شيء، لكن ما زلت بأفرق تفريق شديد بين إن أنا أتهم ترودو بسياسات بأنه سياساته خاطئة وإنه غبي مش عارف يدير الدولة، وبين إن أنا أتهمه برشوة. دول شيئين مختلفين تماماً. أنا لم أعتبر في لحظة من اللحظات إن من حقي ومن حرية التعبير إن أنا أقول إن رئيس الوزراء أخذ رشوة، لكن من حقي ومن حرية التعبير إن أنا أقول إن رئيس الدولة بيدير الدولة بغباء أو أدار المشروع الفلاني بطريقة فاشلة. بس هذا شيء انتقاد لسياسته رقم واحد، ثاني شيء انتقاد لشخصه، فهني شيئين بنميزهم. لكن ماكرون عم بيهاجم فئه محدده معينه، بيروج كذب فئه محدده معينه من المواطنين، واحنا راح نشوف والله لا يقدر. بس لكن يعني مبين الانديكيشنز، كل التوجهات بتقول انه اللي راح يصير من وراء هذا الهيت سبيتش، لانه يعني هو عم 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 بيلصق تهمة كاذبة للمسلمين، والناس المسالمين عم بيمارسوا دينهم، يعني سكروا المساجد. احنا هون مثلا في كندا، خليني اعطيكم مثال يعني عشان باقي من الوقت بنعرض شوي الموضوع هون بكندا والتأثيرات او الامبليكيشنز اللي الموضوع له هذا عنا هون في كندا. يعني هون احنا في مدينة مونتريال لحالها باخر اسبوعين قام هجومين على مسجدين هون في جزيرة مونتريال أو غريتر مونتريال، خمس مساجد صاروا. أنا ما أخذت يعني الموضوع، يعني طبعا بأحداث اللي صارت بكيباك والأحداث اللي صارت بكرايست تشيرش، الموضوع فعلا مخيف والموضوع فعلا جدي. يعني الكلام هذا إذا ترامب كان يحكي وطلع من وراء كرايست تشيرش أو حكومات يمينية معينة عنا، أو هون إحنا بمقاطعات مثل مقاطعة كيباك مثلا، سياساتها والقوانين اللي هي رايحة فيها، وحضرتك أستاذ إيهاب يعني من الواقفين لقانون العنصري 21، عم تروج للكراهية، يعني عم بحطوا الفئة المعينة هاي من الديانة الإسلامية تحت المجهر، إنه هدول الجماعة انتبهوا منهم، هدول الجماعة بيخوفوا. فرأيكم السؤال موجه لكم أنتم الاثنين، من المجتمعات هاي اللي هي أصلاً بنيت على المهاجرين، إحنا مش هنحكي على فرنسا، لا هنتكلم على بلد مثلاً مثل كندا إنه دارينا بالدرجة الأولى، يعني هي بنيت على الهجرة من أول ما هي أنشئت، والآن طبعاً الهجرة سبب رئيسي ومهم جداً في نمو المجتمعات في أمريكا الشمالية بصفة عامة. هل تعتقدوا إنه الكلام والتشدق بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير وهكذا بيوقف عند بعض الأفكار اللي بتتعارض مع مبادئ أو قيم هذه الشعوب، أو هل هو فعلاً في اختلاف بين قيمنا إحنا المهاجرين بالصفة عامة ومن وين إجوا بغض النظر مسلمين أو لا مع القيم بهذا المجتمع؟ هل هم مستعدين أو إنه المجتمعات لا تزال مش غير مرنة كفاية إنها تتقبل التفكير المختلف؟ أستاذ فراس تفضل. طيب أنا بس في واحدة على الربط ما بين حرية التعبير والاقتصاد، أقول ثاني أقوى اقتصاد في العالم اللي هو فعليا أقوى، اللي هو فعليا الأول اقتصاد الصين اللي هي زيرو حرية التعبير، بس للتذكرة يعني. فهي حرية التعبير لا شك أنها بتؤدي للنمو،
ولكن أكبر اقتصاد في العالم اقتصاد ديكتاتوري. الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك، بالنسبة لسؤالك عن المجتمع أو إحنا في كندا كتركيبة مهاجرين نأتي، وأنا أتفق مع أخونا هون، نحن نأتي من backgrounds مختلفة، من شعوب مختلفة، ممارسات، يعني حتى لو جينا نقول قد يكون إنسان عنده عقيدة جميلة بس طول عمره عايش بدكتاتورية مش فاهم إيش يعني حرية التعبير، نتفق 100% بهذا الكلام. فكيف نصل إحنا في المجتمع الكندي مش كلنا للمزايك الصحيح؟ مش كلنا يعني نقول قد إنه في إنسان مش متعود على الأمور هاي، وفي خليط، يعني في ناس مفاهيمها تختلف من ناحية حرية التعبير أو أمور أخرى. يعني جمال كندا إنها it's not a melting pot، مش مكان لصهر الأفكار لفكر أحادي. جمال كندا إنه هي تنبني على التنوع وتنبني على اتفاق، ميثاق مدني بين الناس، وهذا الميثاق على فكرة أصله مش حرية التعبير، أصله الاحترام، أصله احترام الآخر، أصلاً نحن ما نجرح في بعض وما نأذي بعض. لهذا السبب إحنا دائماً لما نرى في حركات معينة، movements معينة، حركات تدعي ادعاء لها، تؤمن بشيء، يعني أنا صحيت الصبح وأؤمن أنه أنا لازم فرضاً أنه الطيور هي الآلهة ونحن لازم نكرم الطيور فرضاً، يعني أنا شيء هلا ابتدعته الآن. إذا قدمت الارجمنت تبعي ووقفت وراها، معظم الشعب الكندي ايش بعمل؟ will respect you، حيحترمك، يقول لك انت خلاص ما دام تؤمن بهذا الشيء. لذلك في الهيومن رايتس كود على فكره قضيه الكلايدنج رايتس اللي هي الحقوق المتضاربه قضيه مدروسه معروفه، ولكن في قضايا كثيره كيف تعامل معها هيومن رايتس كود اللي هي ميثاق الحقوق، حقوق الانسان، قال انت حر فيما تعتقد ووجب على الجميع احترامه. هاي مهمة جدا القضية هاي، حتى تدخلوا مرات في أديان، يعني في قضية رئيسية بنيت عليها القانون، قضية كانت من الديانة اليهودية، في هذه القضية يوم كابور اليهود ببنوا هات، ببنوا كوخ أمام البيت، ففي رجل بنى بيته أو الكوخ تبعه على خلاف المعتقد السائد اليهودي، فاشتكوا عليه فأخذهم للكورت. هاي موجودة في الكورت، هاي القضية مهمة جدا لأنه صارت هي أساس لهذا الحكم. فلما تصادم مع دينه نفسه حكمت له المحكمة إنه هل هذا أنت ما تعتقد، لك الحق تفعل ما تشاء. إذن الجمال في كندا إنه إحنا مبني على الاحترام مش على حرية التعبير المطلقة، وإذا تمسكنا في هذا الأمر حنعيش بسلام وحنستمر إن شاء الله، يعني كسوسايتي دايفيرس ومتعددة الأعراق المتنوعة نحترم بعضنا البعض وليس عن طريق حرية التعبير المطلقة. أستاذ لطيف، تعتقد إنه إحنا المشكلة في اعتقاداتنا أو المشكلة في عدم قدرتنا على الاندماج بسبب تضارب في الاعتقاد، أو المجتمع هو مش مستعد، أو يعني إحنا مواطنين كنديين أو المسلمين في معظم البلاد الغربية أو البلاد المبنية على الهجرة مواطنين أكيد طبعاً، ولهم نفس الحقوق مضمونة حسب الدستور ولوائح حقوق الإنسان وهكذا. مواطنين وأكيد إن إحنا بنقدم للمجتمع ده يعني خدمات أو مساهمات أكبر من نسبتنا العددية، لكن إحنا مشكلتنا الحقيقة إن إحنا المجتمع ممكن ينظر إلينا وبينظر إلينا بطريقة السبب فيها مش إحنا، السبب فيها المجتمعات اللي إحنا جايين منها، إن ده أفضل شيء بالنسبة لنا كأفراد. يعني النهاردة أي شخص كندي أو المجتمع الكندي عموماً ممكن يفهم ببساطة إن أي مصري أو لبناني أو عراقي أو أمنية حياته إنه يجي كندا، فبالتالي يحطنا في بوتقة اللي لو جيتوا هنا جيتوا ولو عجبكوا عجبكوا، مش عجبكوا خليكوا في بلادكوا. دي نقطة الضعف اللي احنا بنعاني منها، ودي حقيقة ما نقدرش ننكرها، لكن مش معنى كده ان احنا نسكت وما ندفعش عن حقوقنا. بالعكس، احنا بوجودنا هنا لازم نقوي وجودنا في كل مجالات المجتمع،
احزاب سياسيه، منظمات اجتماعيه، مش بس في الجامعات والشركات ومراكز الابحاث. احنا وجودنا في المجتمع لازم يكون بقوه في كل المستويات، ولازم ان احنا نتعامل مع المجتمع بالطريقه اللي هو يفهمه ويقدره عشان نقدر فعلا ان احنا ناخد حقوقنا. وانا هنا لما بقول كلمه حقوقنا بحب اكون فعلا دقيق جدا، حقوقنا دي مش حقوقي كمسلم ولا حقوق واحد لانه لغته الكذا، حقوقنا معناها حقوق الكل تكون متساويه، ان ما فيش القوي ما يدوش على الضعيف، ان كل واحد يبقى له حقوق متساويه في المجتمع ايا كان لونه عرقه لغته او ايمانه. فدي معركة قدامنا موجودة في كندا، والحقيقة احنا ما زلنا لحد النهاردة في كندا في وضع برغم المشاكل اللي بنواجهها في وضع افضل من اللي فيه المسلمين في بلاد تانية كتير من بلاد الغرب، لكن ما زال علينا مجهود كبير ان احنا نعمله، وما زال علينا شغل كتير. وعشان كده احنا النهاردة وجودنا في هذا المجتمع مفروض نبصله كمشروع طويل الأمد مش مشروع قصير الأمد، ما ننظرش إلى يعني الكويك جينز أو الفوز القصير الأمد، الفوز السريع. إحنا عايزين فعلا نبني شيء لينا وللمجتمع ككل نذكر به إيجابيا، ويبقى فعلا وجودنا إيجابي في المجتمع، وفعلا يبقى التحام ثقافتنا ومبادئنا وإيماننا داخل مع الميزات اللي موجودة في المجتمع اللي جناله، ليكون هناك شيء أفضل في النهاية هو الناتج اللي احنا نستفيد منه والجميع يستفيد منه معنا. كلام جميل جدا. لكن المجتمعات هلأ مثلا حأذكر على سبيل المثال كيبك، لأنه شيء حالة معينة احنا عم نعيشها، متوجهة ناحية العلمانية، وهي هذا شيء ما حدا بيعترض عليه طالما أنه حق الفرد في ممارسة دينه ومعتقداته مضمون ومكفول. لكن الموضوع دخل حيز تدخل في الحريات الشخصية للمسلمين مثلا كفئة، أو الرموز الدينية بصفة عامة إذا ننظر لقانون 21 مثلا. فبهاي الحالة يعني هم يدعون العلمانية، لكن هم هو في تدخل صارخ وواضح وصريح في حريات الأديان للمواطنين، وأصبحت تشرع لأنها قانون. فإحنا عم ننظر للمدى البعيد، لكن الآن ولو كان حالنا أفضل أو حال المسلمين أفضل في كندا من بلاد كثير من بلاد الغرب، لكن الشعور هو أنه التيار ذاهب في ناحية إلغاء الدين تماماً ولو كان بالغصب وفرضه على المواطنين. هل هناك عقدة حضرتك تعتقد أستاذ إيهاب عند العلمانيين من الدين، وهم يحفظوا كل حقوق حرية التعبير وغيرها لا ديني أو لا متدين، بينما المتدين يمثل لهم مشكلة؟ للأسف العلمانية أصبحت دين متشدد، وللأسف دي مشكلة كبيرة جدا. أصبحت العلمانية في حد ذاتها دين متشدد، لها كهنها ولها معابدها ولها المدافعين عنها بدون عقلانية وبدون تفاعل مع اللي حواليهم. احنا بقوا زي ما احنا بنقول ان من يعني من مشاكل النقاش في الأديان ان كل واحد مقتنع ان دينه هو الصح 100%، صار العلمانيين مقتنعين ان العلمانية هي دينهم وهو الصح 100%، ومحدش تاني له الحق في الوجود. فهي دي المشكلة الكبيرة. عشان كده انا لما باجي لموضوع القانون 21 مثلا بشوف ان اهم شيء أو أسوأ شيء حصل عشان القانون يمرر هو أنه غير في شرعة حقوق الإنسان الكيبيكية. دي المشكلة الأساسية. القانون نفسه ما كانش يمر لو ما كانوش غيروا التشارتر بتاع كيبيك. فالنهاردة النصر الأساسي اللي احنا لازم نسعى إليه هو تغيير عودة الشرعة حقوق الإنسان لما كانت عليه. احنا عايزين نقوي شرعات حقوق الانسان مش نضعفها، وده صراعنا الحقيقي مع في وضع زي وضعنا الحالي مع حكومه كيبيك. طبعا يعني ده ما بيقللش من مشاكل اللي بيواجهوها الاشخاص، سواء المدرسات المسلمات بالذات اللي هم اكبر فئه متضرره من الموضوع، او اي شخص تاني عايز يعمل حريه التعبير عندي يرتدي رمزه الديني. فده يعني المعركه كبيره. اما بقول ان كندا افضل من غيرها مش معنى ان احنا في جنه، المعركة كبيرة ومستمرة. أستاذ شكرا أستاذ إيهاب، باقي دقائق أستاذ إيهاب فيك تعلق هاي النقطة، وبعدين لو بنقدر ننهي بآخر كلام حضرتك بتحب توجهه تفضل الوقت معك. لمين عفوا السؤال؟ أستاذ فراس. كنت عم بتعلق وإحنا عم نحكي، كان عندك تعليق؟ طيب
المضحك في الأمر إن لما ماكرون سئل عن العلمانية قال العلمانية لا تعني يعني حرمان الناس من حقوقهم الدينية. فترى إنه العلمانية نفسها هم مش فاهمين هم إيش بدهم. يعني حتى اللي كما أحسن الوصف الضيف الكريم إنه هم أصبح الدين متشدد، لهم أصلاً عندهم مبادئ ولا فاهمين إيش بعد. أصبحت العلمانية غطاء للهجوم على من ترفضه. فباسم العلمانية بقول لك أنا يا أخي ما بدي رموز دينية. طب ما أنت العلمانية على زين فيها حرية. فللأسف حتى موضوع العلمانية مش واضح. عشان هيك أنا نقطة الرئيسية يا جماعة لازم نفهمها، إذا تعلمنا شيء من وجودنا في الغرب تعلمنا أنه كل القوانين هاي اللي هي مفروض أصلاً مبنية على مبادئ وقيم هي في الآخر في حقيقتها مستخدمة من قبل أطراف معينة لمصالح شخصية. وما أقول أنا بالمطلق، أنا أقول لا في عدل وفي قانون، بس على أقول فيه لما تختل موازين القوى، هاي موازين القوى تستطيع أن تسخر ما يظهر لنا أنه قانون عادل وأنه قانون منصف لأغراضها الخاصة، ومنها العلمانية ومنها قانون حرية الرأي. فإحنا أهم شيء يجب أن ندركه أنه إحنا لا نأخذ هذه القوانين بالمسلمات، يجب علينا يكون إحنا عندنا حرية الرأي أنه إحنا ننقض هذه القوانين، نفكر في إعادة طرح هذه القوانين ونفكر في مساءلة هذه القوانين. ما نيجي على أنفسنا نقول إحنا مش متعودين فرضا على القانون لأنه جايين من مناطق غير متعودة على القوانين. ولهذا لازم عفوا بس لو أضفت شوي كلام عن فكرة إنه المسلمين لازم يبرروا دائما ويدافعوا عن أنفسهم وينفوا عن نفسهم صفة في مؤسسات يعني شغالين شغل رائع. احنا اليوم كنا في اجتماع مع اقرا خالد اللي هي النائب عن منطقة إيرميلز في مسيساغا، وكانت تتكلم عن الابديت على تعديل سكشن 13 في الهيومن رايتس اللي هو عبارة عن لوب هول في خطأ قانوني مش عارفين نجرم فيه الهيت انسايتمنت بسبب هذا الخطأ القانوني. فاحنا لازم انه احنا ندرك اول شيء انه هذه القوانين ليست مسلمات وليست كاملة وليست بريئة، فيها عور وفيها أخطاء كثيرة. وإحنا العمل الصحيح أنه إحنا الآن بوجود التعدد الجميل خصوصا في كندا في تدافع جميل، في تدافع راقي، نيجي نقول إحنا لا، هذا القانون العلماني فرضا كان على أساس العلمانية تحول إلى اعتداء على حقوق الآخرين، تعالوا نعيد صياغته. في 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 كثير من المقاطعات في كندا العمل فيها أسهل للأسف عندكم، أو في منطقة أو مقاطعة كيبيك قد يكون العمل أصعب لأسباب كثيرة، يعني إحنا مش بصدد نقوم فيها. ولكن إدراكنا إنه الباب مفتوح في كندا، وهذا جمال كندا، لنقاش القوانين ومراجعة القوانين وتحديث القوانين، لأن القوانين ليست كاملة وليست بريئة وليست منزلة، بالعكس فيها أخطاء كثيرة. وهذا اللي يجب إحنا نركز عليه كمجتمع، ندخل في هذه المضامير حتى يعني نعمل على تجديد القوانين وتحديثها لتناسب الواقع الجديد. شكرا استاذ فراس. استاذ ايهاب ب 30 ثانيه او اقل عندك شيء حابب تضيفه؟ 30 ثانيه، نقطتين ما تطرقناش ليهم. اول نقطه هي لما يحصل عمل نحن لا نرضى عنه، سواء عمل اجرامي او حتى عمل كلامي عن احد المسلمين او حد بينسب الينا، لازم نشجبه بدون اي استثناءات او بدون اي تخوف بشده، عشان برضو كرامتنا والكريديبيليتي بتاعتنا ما تتهزش. تاني حاجة كنت أحب أقولها من أول البرنامج، هل لازم إذا قام أي معتوه لمجرد أنه مثلا مذكور أنه بديانته مسلم، هل لازم على المسلمين أنه يبرروا تصرف شخص؟ هو دي نقطة مهمة جدا سيدة ميسون، نقطة مهمة جدا. أنا ما خد وقتك ما ببررهاش لأن أنا حاسس بالذنب، وما ببررهاش لأن أنا حاسس أن أنا مسؤول عنها. أنا ببررها عشان أوضح موقفي لأن أنا تحت المجهر النهاردة، ما ببررهاش للخوف. ما اسمه تبرير أخي، اسمه هذا شجب عام. بالضبط. فدي نقطة، دي نقطة في غاية الأهمية، لازم نذكرها ونشجع الناس عليها على الأقل لو سئلوا. يعني حتى لو أنت ما قررتش أن أنت تتبرع بهذا الكلام، لو سئلت لازم تكون رؤيتك واضحة، ما أنتش عندك أي شك في الموضوع. والنقطة الثانية الحقيقة اللي دايما بحب أكد عليها، أن إحنا نأكد أن إحنا بنكلم جمهورنا النهاردة من على أرض
سكان أصليين، أرض منعترف إن هي أرض السكان الأصليين، ولأن إحنا مهاجرين جينا بعد ما استولى عليها آخرين، لا يخلي مسؤوليتنا إن إحنا لازم نعترف بذلك دايما، ونكون في مقدمة المعترفين بحق السكان الأصليين في حقهم وفي الضرر اللي حصل لهم على مدى مئات السنين من خلال المستوطنين اللي إحنا ورثناهم وإن لم نكن منهم يعني. وشكرا جزيلا، والحقيقة يعني أنا سعيد جدا بالبرنامج وبنقاشنا، وإن شاء الله يكون مفيد للجميع. أشكرك أستاذ إيهاب، وأشكرك أستاذ فراس، شكرا لكم كثير على حضوركم معنا اليوم وعلى إثراءكم موضوع النقاش وأفكاركم الرائعة صراحة. يا ريت لو ضليتوا معنا تحت الهواء بس دقيقة بعد ما ينتهي البث. على الآراء لا أبدا، إذا بدك تروح فيك تروح يعني ما في أي مشكلة، بس إحنا حابين يعني إنه ما يعني ما شبعنا منكم إذا بتسمح لنا طبعا. أكيد. في نهاية برنامج مشاهدينا الأعزاء أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وعلى مشاركتكم، أتمنى تضلوا معنا على طول، أتمنى أن تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك لتصلكم نوتيفيكيشن، وسبسكرايب على صفحتنا على اليوتيوب، وتضلوا معنا على برنامج رؤيتها على قناة كنار تي في لايف كل يوم أحد الساعة 9:30 مساءً. شكرا جزيلا.